زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زينا وحسنا للناس حب الشهوات الدنيوية، والشهوة هي ما تدعو إليه النفس وتميل إليه وترغب فيه وتتعلق به القلوب. ولكن من الذي زين الشهوات للناس؟ الله سبحانه وتعالى هو من زين الشهوات للناس وجعلها في فطرتهم. زين الله عز وجل تلك الشهوات لسببين: لنتحرك لإعمار الأرض وليستمر الوجود، وابتلاء للناس. ولك أن تتخيل إنسان بلا شهوات، لا رغبة له في النساء ولا الأولاد ولا جمع الأموال. وصدق الله تعالى حين يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهناك تزيين آخر على غير حقيقته، هو تزيين الشيطان لنا للإيقاع بنا في شراك المعصية والكبائر والشرك، كما فعل إبليس مع آدم. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وانقسم الناس مع الشهوات إلى فريقين. الفريق الأول جعل المقصد هو حب الشهوات وحدها، فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها وحدها، وكان حالهم أشبه بحال البهائم، يتمتعون بشهواتهم ولا يبالون، وصارت شهواتهم زادا لهم لدار الشقاء والعناء والعذاب. وفريقا ثاني من المؤمنين عرفوا المقصد من شهواتهم، فجعلوها وسيلة وطريقة إلى آخرتهم، ويتمتعون بشهواتهم على الوجه الذي يرضي الله. ويأتي في مقدمة الشهوات شهوة النساء، والمحبة بين الرجال والنساء شيء فطري. ويكفي قوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، وقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولأن القرآن الكريم يهتم ويحرص على زرع الحياء في النفوس، فصرح بحب الرجال للنساء وأضمر حب النساء للرجال بالفطرة. فالفريق الأول نظر إلى المرأة الأجنبية بشهوانية، وتفنن في إغوائها وإغواء الرجال بها. وزين الشيطان للنساء التبرج والخروج من بيوتهن دون حاجة للإيقاع بالرجال، وجعلهن حبائل الشيطان. وأما الفريق الثاني، فريق المؤمنين، اقتصد في شهوة النساء على حلاله، وغض الطرف عن النساء الأجنبيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. والمرأة الصالحة إذا نظر إليها زوجها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. والآن ننتقل إلى ثاني الشهوات، شهوة حب البنين، وهي ثمرة شهوة حب النساء، كرة العين وثمرة الفؤاد. ويقصد بالبنين الأولاد والبنات، وقد تمنى الجميع الذرية الصالحة حتى الأنبياء. قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأما الفريق الأول، الفريق الشهواني، جعل حب شهوة البنين مقصد، فجعلها للتفاخر والتعالي والعزوة والزينة، وضيع الحقوق من أجلهم، وجمع الأموال لهم لا يعنيه من حلال ولا حرام. وأما الفريق الثاني، فريق المؤمنين، دعا الله أن يرزقه الذرية الصالحة، فلما رزقه الله رباه على الإسلام، وجد واجتهد أن يطعمه من حلال، وكان له نعم الأب، يأخذه للمسجد
ولحلقات القرآن ويعلمه القرآن والسنة. باختصار، أعدهم ليكونوا امتدادا لأعماله الصالحة بعد مماته. ثم ثالث الشهوات، شهوة حب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وهي الأموال الكثيرة من الذهب والفضة. وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، وسميت الفضة فضة لأنها تنفض وتتفرق. والإنسان مفطور على حب الأموال الكثيرة، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فمن رزقه الله بمليون يبتغي الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا، ومن رزقه الله بمليار يبتغي الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فأما الفريق الأول، جمع الأموال الكثيرة من الذهب والفضة، لا يعنيه من حلال أو حرام، للفخر والكبر والتجبر. وأما الفريق الثاني، فريق المؤمنين، فبذل الأسباب لجمع الأموال من حلال، وجد واجتهد في إنفاقها على نفسه وعلى ذريته وزوجه وعلى أهله وعلى الفقراء والمساكين، ولم ينس حق الله في أمواله. ثم رابع الشهوات، وهي شهوة حب الخيل المسومة. والخيل المسومة هي الخيل الحسان التي تستهوي الناظرين. فحين نشاهد خيول ترعى في المراعي والمروج نبتهج ونصر. والخيل جمع لا واحد له من لفظها، ومفردها فرس. فأما الفريق الأول فيربي الخيل المسومة فخرا وكبرا، فعليه وزر. وأما فريق المؤمنين فيعدها للجهاد في سبيل الله ويربيها، فله أجر. ومن المؤمنين أيضا من يتعفف بها ويستثمر فيها ولا ينسى حق الله، فهي له ستر. ثم حب الأنعام من الإبل والبقر والغنم. ولا يخفى علينا جميعا كيف نستفيد من الأنعام، من لحومها وألبانها وجلودها، وفيها زينة، وهي مركبة لنا وتحمل أيضا أثقالنا. فأما الفريق الأول فكنزها ولم يبالي من أين اكتسبها من حلال أو حرام، ولم يؤدي فيها حق الله. وأما الفريق الثاني، فريق المؤمنين، اكتسبها من حلال واعتنى بها ولم ينس حق الله فيها. ثم شهوة حب الحرث، وهي الأرض الصالحة للغراس والزراعة. ومن منا لا تستهويه الأرض المزروعة بالخضروات والفواكه والحبوب والبقول وغيرها. فأما الفريق الأول فجد واجتهد في الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، وفي سبيل الاستيلاء على تلك الأراضي ربما قطع الأرحام وربما قتل. وأما فريق المؤمنين فاكتسب الأراضي من حلال، ولم يظلم أحد، ولم يتعدى على حقوق أحد، وأدى حق الله فيها. ذلك متاع الحياة الدنيا، وهو متاع قليل، قليل جدا. وذلك زهرتها وزينتها الفانية. وانتبه جيدا، مهما تمتع الإنسان بمتاع الدنيا فهو إلى زوال، إما بالنقصان والخسارة، وإما بمفارقته بالموت. ولأن أصل آدم هو الجنة، وأخرج منها لما عصى الله، فإن مرجع آدم وذريته إلى الجنة، والله عنده حسن المرجع والثواب. جزاكم الله خيرا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب.